لايك كيعاوني بزاف باش نستمر. كيفاش تزيد النقط في المواد اللي ضعيف فيها؟ هاد السؤال حتى هو جاني في الانستغرام. بالنسبة للناس اللي ما عارفينيش في الانستغرام، هالانستغرام ديالي هيكون لتحت، تقدر تقلب على سميتي اللي تتبان هنايا. الا بغيتي نجاوبك على شي سؤال فنقدر نجاوبك تما ولا نجاوبك في فيديو النيت بحال هاد الفيديو هذا. هاد السؤال ديال كيفاش تزيد النقط في المواد اللي ضعيف فيها انت، اول حاجة تديرها في اي مادة تشد ورقة وستيلو وتكتب المواد اللي انت تايق في راسك انك تجيب فيهم مزيان والمواد اللي ضعف فيها. غندويو على الشطر الثاني، المواد اللي ضعف فيها. كل مادة شد هذاك المجتهد فيها في القسم وبدأت انسبيرا منه، سولوا على البلانات اللي كيدير تكيجيب ديك النقطة في ديك المادة بالضبط، سولوا على منين كي يجيب لي سورس، كيفاش كيجيبهم. ما تحشمش يعني، سولوا مادام هو مجهد في ديك المادة فسولوا باش تانسبيرا منه باش تولي بحاله. غتشد هاد المواد الضعاف كاملين، غتحط وحدة تحتها وحدة تحتها وحدة تحتها وحدة، وكل وحدة سمي حداها سميت هذاك اللي مجهد فيها مثلا في قسمك ولا ديك اللي مجهدة فيها، وسولوا على كيفاش كيراجع ليها. غير غادي تعرف البروسيس وتعرف الفورميلا باش يخدم داك السيد ولا ديك السيدة، غتمشي مخير في هذوك المواد اللي ضعف فيهم. ثق بيا ونتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء. الداعم ديال هذه الحلقه هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات. هذا عرض ديال الاجتماعيات للناس اللي عندهم باك حر علمي، باك احرار علمي، اولى باك علمي. هذا الكورس فيه منهجيات والدروس كامله في هذا المستوى، هذا اولى باك علمي وباك حر علمي، وفيه مصطلحات مشروحة ومميزات للمشتركين في هذا العرض. هذا ممكن لك أنك تشريه وتستفد منه في هذه النمرة أو في الرابط اللي غيكون تحت هذا الفيديو.